الله الرحمن الرحيم. معاكم مس نيفين سعد من مدارس المنتزه الخاصه، مراجعه الوحده الثانيه للصف الثاني الاعدادي. سين واحد، اكتب المصطلح العلمي الدال على ما ياتي: النسبه بين سرعه الضوء في الهواء وسرعته في وسط شفاف اخر. طبعا ده تعريف مين؟ معامل الانكسار المطلق للوسط. لو قال لي معامل الانكسار المطلق للزجاج 1.5، ما معنى؟ نزل التعريف وحط الرقم اللي هو 1.5. النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الزجاج 1.5، ما معنى أن معامل الانكسار المطلق للماء 1.3؟ يلا بينا، النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الماء 1.3. لاحظت ان انا بقول 1.5، 1.3، ما بقولش رقم اقل من الواحد ولا رقم يساوي واحد. يبقى معامل الانكسار لما يجي لي في الاختيارات اخد رقم يكون اكبر من الواحد، لا اخد واحد ولا اخد اقل من الواحد. طب ليه يا ميس؟ هتسألني ليه دايما بتختاري رقم اكتر من الواحد؟ لأن النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في وسط شفاف هو معامل الانكسار، البسط دايما أكبر من المقام، إن سرعة الضوء في الهواء دايما أكبر من سرعته في أي وسط شفاف آخر، فيخلي النسبة أكبر من الواحد. 2، قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية، ده تعريف مين؟ الكثافة الضوئية للوسط. نراجع كده، الكثافة الضوئية للزجاج أكبر من الكثافة الضوئية للماء أكبر من الكثافة الضوئية للهواء. 3، الزاوية المحصورة بين الشعاع الخارج والعمود المقام، جيب اسم الزاوية من اسم الشعاع، الشعاع الخارج والعمود المقام زاوية الخروج. طب الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر والعمود المقام برضو من اسم الشعاع زاوية الانكسار. وعندنا زاوية الانعكاس اللي هي بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس. اذكر العلاقة الرياضية بين كل من تردد الصوت وعدد اسنان ترس بعجلة سافار. لما يقول لي العلاقة الرياضية قصده القانون، مش اكتر من انك تذكر له القانون. الاول عجلة سافار فايدتها ايه؟ تعيين تردد نغمة مجهولة. طب من العلاقة الرياضية التردد يساوي عدد أسنان الترس في عدد الدورات على الزمن بالثواني. طيب 2، سرعة الموجات دون السمعية والموجات الفوق سمعية. طبعا سرعة الصوت ثابتة في الهواء، فبالتالي بنقول سرعة الموجات دون السمعية تساوي سرعة الموجات الفوق سمعية. نراجع بسرعة كده ترددات الموجات. الموجات الدون سمعية ترددها أقل من 20 هرتز، والسمعية ترددها يتراوح ما بين 20 لـ20 كيلو هرتز، يعني 20,000 هرتز. والموجات الفوق سمعية ترددها أعلى من 20 كيلو هرتز. يبقى لما يجيلي في الاختيارات الصوت المسموع أخد رقم ما بين تردده ما بين 20 ولـ20,000 هرتز. 3، شدة الصوت وسعة الاهتزازة. طبعا عارفين ان شدة الصوت تتناسب طرديا مع مربع سعة الاهتزازة. العوامل المؤثرة على شدة الصوت طبعا نراجعها كده بسرعة: اتجاه الرياح، 2، مساحة السطح المهتز، 3، سعة الاهتزازة، 4، كثافة الوسط الذي ينتقل خلاله الصوت، 5، المسافة بين مصدر الصوت والأذن. وطبعا ده الوحيدة العلاقة عكسية اللي هو قانون التربيع العكسي، اللي شدة الصوت عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع بعد النقطة عن مصدر الصوت. عامله لكم بقى امتحان صغير كده من 6 اختيارات زي الامتحان اللي هيجي لنا ان شاء الله يوم الاثنين في ميعادنا إن شاء الله، بالنجاح وبالتوفيق لكل بإذن الله لبناتي وأبنائي في الصف الثاني الإعدادي. 6 اختيارات:
عايزين نراجع كده ونشوف احنا بنحل الاختيارات ازاي. 1 يعتبر نقط من الاوساط المعتمة التي لا تسمح بنفاذ الضوء. بصوا بقى، انا هراجع كل الاختيارات واشوف. الزجاج المصنفر ده وسط شبه شفاف، المية والهواء وسط شفاف، ما فاضل ليش غير العسل الاسود اللي هو وسط معتم، يبقى انا اختار مين فيهم بقى؟ يلا بينا، العسل الاسود ده وسط معتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. علل، لا ترى الشوائب في العسل الاسود، هقول له لانه وسط معتم. طب 2، تتوقف شدة الصوت على نقط ما عدا، اول ما يقول لي ما عدا يبقى اختار عامل غير العوامل المؤثرة على شدة الصوت، لأني قال لي ما عدا لسه قايلة العوامل بتاعت شدة الصوت. اتجاه الرياح من العوامل المؤثرة على شدة الصوت، سعة الاهتزازة من العوامل المؤثرة على شدة الصوت، مساحة السطح المهتز برضو من العوامل المؤثرة على شدة الصوت. يبقى أنا فاضل لي مين اللي مش مؤثر على شدة الصوت؟ ها، أظن احنا عرفناه بقى، التردد. طب يا ميس، التردد مؤثر على مين؟ على درجة الصوت. فاكرين علل صوت المرأة حاد بينما صوت الرجل غليظ؟ هقول له لأن تردد صوت المرأة أعلى من تردد صوت الرجل. 3، النسبة بين الكثافة الضوئية للماء والكثافة الضوئية للهواء يساوي الواحد الصحيح. يا ترى يساوي نقط، يا ترى أكبر من، يا ترى أصغر من، يا ترى لا توجد إجابة صحيحة. اكتب بقى ايه، اكبر ولا يساوي ولا اصغر ولا ايه بالظبط؟ اتفقنا الكثافة الضوئية للماء اكبر من الكثافة الضوئية للهواء. ما دام البسط اكبر من المقام يبقى على طول اكبر من الواحد الصحيح. عارف بقى لو كان جايبها لي العكس وقال لي الكثافة الضوئية للهواء الى الكثافة الضوئية للماء كنت كتبت اصغر من الواحد الصحيح. ولو كان قال لي النسبة بين زاوية السقوط إلى زاوية الانعكاس كنت كتبت يساوي الواحد الصحيح، لأن طبعا زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس وده القانون الأول في الانعكاس. 4، يرجع انكسار الضوء. يعني ايه انكسار الضوء؟ تغيير مسار الضوء عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر. طب ليه بينكسر الضوء لما ينتقل بين الأوساط الشفافة المختلفة؟ طبعا يا ترى لاختلاف السرعة ولا الكثافة ولا الشدة ولا جميع ما سبق؟ طبعا السرعة. 5، الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث كونها حادة أو غليظة. لسه قايلين صوت حاد صوت غليظ دي درجة الصوت، صوت قوي صوت ضعيف دي شدة الصوت، من حيث طبيعة المصدر اللي خارج منه الصوت ده نوع الصوت. يبقى تاني، الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث كونها حادة أو غليظة، طبعا هختار درجة الصوت. آخر سؤال بقى في الامتحان الصغير بتاعنا دوت، زي الامتحان اللي هيجي بالظبط. عرفت بقى ازاي تقرأ الاختيارات؟ إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والسطح العاكس 60 درجة، هنرسم الرسم صغير كده بينا وبين بعض زي ما انا علمتكم في الفصل. هنرسم سطح عاكس وعمود وشعاع ساقط وشعاع منعكس، واشوف الزاويه اللي هو جايبها لي. جايب لي الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والسطح العاكس، اللي جايب لي اللي بره اللي هي 60. طيب عايزه زاويه السقوط، يبقى انا هجيب الزاويه اللي جوه، هطرح 90 ناقص 60 هيديني 30 درجه. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من المراجعة البسيطة دي مع بعض، وأتمنى التوفيق، كل التوفيق لبناتي وأبنائي في الصف الثاني الإعدادي. وشكرا جدا لاستماعكم للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.